مساء الخير يا جماعة، عايز اكلمكم عن الجو في قطر والناس اللي كانت زعلانة ان قعد عليهم يوم واحد حر في مصر، وقعدوا يقولكوا بقى الجو حر ومش طايقين نفسنا وي وي وي، وقعدوا يكاكوا كده كتير قوي. يعني ملناش دعوة بيهم، دول انتوا ناس تافهة. هنا الجو يعني بنسبة الرطوبة اللي احنا فيها اصلا بالليل ومش طايقين نفسنا، بخرج بره العربية بعرق وبجيب عرق من كل حتة، بيبقى شكلي زبالة. ومعاكم محمد اهو، اسألوا محمد حتى اتكلم بس عن الجو كده، قول لهم قول لهم الجو هنا عامل ازاي. يعني الرطوبة بتوصل 90% اقل حاجة، ودرجة الحرارة بتوصل كام؟ درجة الحرارة في الضهر يعني احنا دلوقتي 44، ده الطبيعي يعني. دلوقتي 44 بالليل ولا الصبح؟ لا يعني بالليل 41 دلوقتي. بالليل 41 لما درجة الحرارة تكون بالليل 41 وانتوا جات عندكم 45 الضهر. لا احنا في شهر 8 بنوصل لحاجة و50، في شهر 8 هنوصل ل50 كمان. احنا عندنا هنا وقت الظهر لو حطينا البيضة فعشناها كده على كبوت العربية هتغلي، هتتسلق لوحدها يعني. ف بطلوا تفاهة وحياة ابوكم. يعني نسبة الرطوبة دلوقتي احنا نسخن كده في أول الصيف 62%. في أول الصيف بنسخن 62%. لسه احنا ما عندناش حاجة، احنا لسه في قطر كده الربيع ده من الرطوبة هنا اساس العربيات بيبوظ، كشافات العربية بتبوظ، يعني احنا نفسنا بنبوظ. بس خلاص كده، شكرا معايا.